عندما أتت جماعة بوكو حرام كانوا يقولون عليكم أن تتبعوا هذه الأيديولوجية لأنها الأيديولوجية الحقيقية التي يجب اتباعها لتلتقوا الله في الجنة. كنت أستمع لهم. حينما تعيش في هذه الظروف فلن يكون لديك خيار، فأنت تبحث عن أي فرصة للعيش. بدأت نادي الملاكمة هذا من خلال مهمة، وهي رعاية شعبية، رعاية الأصغر سناً. اسمي شيو سادو بالي، عمري 36 عاما. نشأت في كانو كطفل في منطقة فقيرة، منطقة لا يوجد بها أحد يمكنه الاهتمام بك، وأنت وحدك يجب أن تقاتل لتبقى على قيد الحياة. هذا مجتمعي وهذا هو الحي الذي نشأت فيه. في تسعينيات القرن الماضي بدأ الصراع بين المسلمين والمسيحيين وهاجموا بعضهم البعض. تعرض الكثير من المستضعفين للعنف. في ذلك الوقت كنا مقتنعين وانضممنا لجماعة الجهاد. في أحد الأيام حدث شيء لصديقي وأدركت أنه قتل وأحزنني الأمر كثيرا. عندها توقفت عن ممارسة العنف. أهلا بكم يا أولاد، كيف حالكم؟ في ذلك الوقت ألهمتني الملاكمة. بدأت أفكر أنه يمكننا ممارسة الملاكمة، يمكنني استخدامها كوسيلة للسلام. الرياضة وسيلة لبناء السلام داخل المجتمع. هذا هو مخيم الملاكمة خاصتي. أدرب الصغار ليصبحوا جيل السلام. أجمع الأولاد الصغار مع الشباب ونبدأ بتدريبهم. لا يدفعون أي مال لي. أفعل ذلك من أجل إسعاد الناس. أؤمن بالعمل الجاد، أؤمن بنفسي وأؤمن بما أقوم به. لقد أعطاني ذلك الكثير من الأشياء وأشعر بالتقدير. أشعر أنه يمكنني مواجهة نفسي إذا دعوتني كصانع سلام، لأني تذوقت السلام. آمل أن يبني جيل المستقبل السلام وأن تصبح مدينتنا مدينة السلام، وأن ألهمهم كوني صانعا للسلام.